الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير في حلقة جديدة بين يدي عالم جليل صاحب الفضيلة الشيخ العلامة عبد اللطيف الشوالف حفظه الله تعالى. نحن بين يديه وفي بيته يحدثنا عن تاريخه وعن مسيرته العطرة في العلم والجهاد، مسيرة الجهاد جزاه الله خيرا الذي كانت في هذا العمر المديد. أسأل الله أن يمد في عمره وأن يحفظه بحفظه عز وجل. نرحب به سويا فنقول السلام عليكم ورحمة الله شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله شيخنا، مرحبا بك. أهلا بك وبالمشاهدين الكرام. الله يسعدك شيخنا، بارك الله فيك. نحن توقفنا في الحلقة الماضية عن لما خرجت من الجمعية الدعوة الإسلامية، بارك الله فيكم، وأنت يعني كنت جزاك الله خير لك مشاركات كثيرة وأعمال كبيرة، وخاصة الهيئة المشتركة لإنشاء المراكز الإسلامية التي كانت بين ليبيا والإمارات. أنا نقطة بسيطة حتى نربط المشاهد الكريم بما سبق من ونذكره، بعد جمعية الدعوة شيخ أين ذهبت بالضبط؟ وتذكرنا كذلك بالهيئة المشتركة لإنشاء المراكز الإسلامية، ماذا كان عملك فيها باختصار يعني حفظكم الله؟ أنا كنت عضوا في الهيئة المشتركة لإنشاء المراكز الثقافية الإسلامية، وكانت عضويتي مرتبطة بأني ممثل لجمعية الدعوة الإسلامية. نعم. فعندما خرجت من جمعية الدعوة الإسلامية انتهت صفتي اللي كنت أمثل بها في الهيئة. نعم. فخرجت أيضا من عضوية الهيئة، لكن الهيئة جزاها الله خيرا و لأعمالي في السابقة فيها، وأنا كنت من المنشئين لها. نعم. قررت في بداية 1986 تعييني بها مستشارا ثقافيا، واستمررت في هذه الوظيفة حتى اليوم. ما هي طبيعة العمل يعني مستشار يعني؟ طبيعة العمل هو أنت معنى أن أقوم بالمهام اللي يكلفني إياها الأمين العام للهيئة. نعم. فقمت بأشياء كثيرة، وضعت المناهج الخاصة باللغة العربية والدين الإسلامي في مدارس المراكز الأربعة. عندما قررت الهيئة إجراء مسابقة قرآنية في المراكز الأربعة في شهر رمضان المبارك، فوضعت لائحة لتفصيل الإجراءات هذه المسابقة وتنظيمها الإداري والتحكيم والرصد كل ما يتعلق بها، لأن المسابقات هذه تعاد بالنسبة للمراكز. ولذلك يعني كان لزاما علي أن أقوم بوضع هذه اللائحة ليستنير بها القائمون على المراكز. المراكز هذه هي اللي في أفريقيا يعني؟ في أفريقيا الأربعة. نعم، اللي هي رواندا. هي في رواندا وبوروندي وتوغو ومالي. جميل. أيضا قررت الهيئة إجراء مسابقة في الحديث الشريف، وضعت أيضا لائحة لتنظيم هذه المسابقة وإجراءاتها. والقرآن لا يحتاج إلى نصوص، إلا موجود في المصاحف. صحيح. والأحاديث كثيرة جدا لا تحصى، والمسابقة لابد أن تكون في أحاديث معينة. صحيح. ولذلك ألفت كتابا اخترت 40 حديثا بحيث أن تكون شاملة لكل ما يحتاجه المسلم، وتكون ليست طويلة بحيث لا تصعب على الطلبة لأنها لا يعرفون اللغة العربية. صحيح صحيح. وشرحتها وطبعت وترجمت إلى اللغات المحلية بحيث تكون المسابقة من خلال هذه الأحاديث الأربعين. جميل والله. نعم. ما شاء الله.
فكانت كتاب على حقيقة، وأقول بالحمد لله بالقبول، وصعين به أيضا حتى بالنسبة للخطباء والمدرسين في تلك البلاد. أيضا بعض المراكز بعدما استوعبت الأربعين طلبت مزيدا، فألفت كتابا آخر في 40 حديثا أخرى مع شيء من التوسع. نعم. وهكذا. وأيضا أقوم في كل سنة تحول لكل تقارير المسابقة القرآنية ومسابقة الحديث، وأدرسها وأقدم فيها تقريرا عاما للهيئة ليقدم في اجتماعها السنوي. طبعا ألاحظ النواقص والإيجابيات، وتقرير عام شامل على وضع المسابقة. نعم. طيب شيخنا بارك الله فيك، يعني أنت يعني بعد ما خرجت من جمعية الدعوة الإسلامية بقيت عضوا فيها يعني، وإلا تركت جمعية الدعوة الإسلامية انتهت يعني، انتقلت إلى مكان آخر؟ لا خلاص. وجمعية الدعوة الإسلامية أنا خرجت، أنا كنت موظف فيها كما قلت لك. بالضبط هذا هو. نعم. وبعد ذلك أنا قلت إلى إدارة الخدمة المدنية تماما، وهي الجهاز الخاص بالجهاز الإداري بالنسبة للدولة جميعا. طيب جميل. بقيت فيك إلى كم شيخنا؟ بقيت أنا 3 سنوات بدون عمل، وكما قلت لك في الحلقة السابقة. نعم. فوجئت آخر شهر في سنة 83 أوقفوا عليك الراتب. أوقف علي الراتب. صحيح. ورجعت لهم. صحيح. وقالوا نحن مضغوط علينا من ما يسبب في الوقت في ذلك الوقت المؤتمر الشعبي العام. نعم نعم. المؤتمر الشعبي العام يعقد كل سنة. ساءة الأحوال. مضغوط علينا. قالوا نعم. أنا في كثير من الموظفين أحيلوا الخدمة المدنية ولا عمل لهم ويتخاضون رواتب بدون عمل. أنتم لم تسدوا لي عملا وأنا رفضته. فحاولوا أن يبحثوا لي، وأيضا اختاروا المعهد الإداري المعهد القومي للإدارة، وحولت إليه اعتبارا من أول يناير 1984. طيب في هذه الفترة شيخنا الحبيب حفظكم الله تعالى في 84 أنا أذكر أو في 83 بدأت الدروس في جامع العنقودي في تلك الفترة، وكنت أدرس الفقه شرح الكبير أظن الدردير، ويعني كنت أدرس التفسير. نعم. فكيف بدأت هذه الفكرة مع أن يعني الظروف كانت صعبة الأمنية، يعني كيف استطاعت شيخنا الكريم أن تضيء تلك الشمعة في تلك الفترة وأن ولا يمكن أن يجتمع مجموعة من الشباب حول هذا التدريس؟ هو طبعا العلماء ويل أي خطيب و فرأيت وجود فرق ليس للإقامة الصلوات والتوعية وأيضا عندما بقيت بلا عمل من خروجي من جمعية الدعوة الإسلامية 3 سنوات الأولى وجدت نفسي في فراغ، فأردت أن لابد أن أملأ هذا الفراغ بشيء مفيد للناس. جميل. فبدأت الدروس في جامع العنقودي. نعم. واخترت أقرب المسالك لشيخ الدردير رحمه الله فدرست فيه الفقه. نعم. ودرست في التفسير وبدأت من الآخر القرآن من قصار المفصل من الفاتحة ثم المعوذتين. نعم. نعم صحيح. وبعد ذلك انتقلت إلى مسجد بن زقلام. زقلام. نعم. فتوسعت طبعا في التدريس ودرسنا مصطلح الحديث البيقونية وهي منظومة طيبة وشرحتها جميعا، وبدأت أيضا في موطأ الإمام مالك. نعم. في الحديث. وطبعا هي قبل الموطأ درس البيقونية
نعم. إيه أنا درستها عليك، وأول ما عرفت المصطلح الحديث على يديك. نعم. حفظكم الله. نعم هذا في البيقونية وحفظناها زمان. نعم. يعني كانت 300 تقريبا يعني. فتصورنا العلم يعني، تصورنا علم المصطلح. جزاكم الله خيرا. ثم دخلت في الموطأ. نعم. يعني حتى عندما تقول هذا صحيح، هذا مرسل، هذا ضعيف، بدأنا نستوعب. طبعاً. إيه. لأن يعني يبدو أن الشيخ هو أنت درستنا هذا المصطلح والبيقونية لأنك مررت بتجربة أن كانوا المشايخ لا يهتمون بهذا العلم كما ذكرت حضرتك. هو هذا هو حقيقة. إيه؟ يعني كان المجال العلمي في طرابلس في صورة خاصة. نعم. وعلى حسب ما عرفنا أن كان الحس التحديثي كان ضعيفا جدا، وكان الوحيد المهتم بالحديث هو كما قلت لك الشيخ عبد الرحمن البصيري رحمه الله تعالى. نعم. فبدليل كنا نحفظ عن مشايخنا بعض الأحاديث. نعم. وبعد أن اطلعنا على الكتب وجدنا أن هذه الأحاديث موضوعة لا أساس لها، أحاديث موضوعة. وكان العالم بحسن نية أن يأخذ حديث مسلما من أي كتاب يلتقطه، وخاصة الحديث التي تهتم بالمواعظ وبالإرشادات يكثر فيها الحديث الضعيف وقت الموضوع. نعم. فمع الأسف الشديد يعني كان هذا ضعف الثقافة التحديثية في ليبيا أو بصورة عامة في من عصرناهم في بلادنا. نعم نعم نعم. هل شيخنا معلش نقطة بارك الله فيك، يعني أكيد أنت كنت تتحدث مع المشايخ في تلك الفترة أن يا جماعة هذا حديث موضوع، هذا غير صحيح، هل هو المنهجية اللي كانت هو في البداية كنا نأخذ الحديث مسلما باعتباري أن تلقيته من شيخي أو من أحد الشيوخ المعتبرين، لكن كما قلت لك أنا كنت أمشي مقتصرا على الثقافة المحلية أو الدروس المحلية، أنا كنت أطالع وكنت متفتحا فأقرأ للعلماء المحدثين، وبدأت أقرأ في الكتب الأحاديث وعرفت شنو الموضوع وشنو الضعيف وشنو الصحيح. فنتيجة للاجتهاد الشخصي بدأت أكتشف أن ليس كل حديث يؤخذ، ولابد من معرفة سنده ودرجته من الصحة، فهذا لم أتلقه من أحد علمائنا. نعم. لأن كما قلت لك يعني كان الحس التحديثي ضعيف جدا. نعم. فهذه يعني هي كلها من الشهادات الشخصية. وبعد ذلك كنت أجهر بذلك، أقول والله ذلك الحديث يعني صح أنه موضوع، وموضوع أنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لا أصل له، لا يجوز حتى الاستشهاد به. وكيف كانت تلقى يعني ردة الفعل؟ هل تقبل وإلا كانت يعني والله؟ والله فيه نوع من النوع ما لا تعرف، لا تجد يعني شخص متعود على شيء من الصعب أن يتخلى مثلا عنه. لكن أنا من واجبي أن أقول أن هذا أنا هذا أنا هذا أنا هذا رسول الله، أنا اطلعت على هذا حديث موضوع. فتجد أحسانا السكوت وأحيانا تجد نوع من العزم. فالمهم أن الإنسان يقول كلمة الحق، هذا ما عرفنا عليه لذلك شك هي حقيقة. بارك الله فيكم. طيب شيخنا بارك الله فيك، يعني إحنا نرجع إلى جامع العنقودي الذي أعرفه أن اقترح بعض الشباب أن يحتاج لدرس، وهو دون نصر العنقودي كان أذكر في تلك الفترة في الثمانينات أنه الشباب يحتاجوا إلى درس، فقبلت حضرتك بارك الله فيك. طيب كيف كانت المنهجية في التدريس يا شيخنا؟ الكتاب أقل المسالك ودردير رحمه الله تعالى، أنت كنت دائما تستدل يعني لا تدرس الكتاب هكذا، طريقتك في التدريس خاصة شيخنا، منهجيتك في تدريس الكتاب. هو الكتب المتأخرين من الفقهاء المالكيين عادة في الأكثر
أنهم يعطون الأحكام الفقهية بلا ذكر دليل. السند أو الدليل نعم. العلمي فيها نعم. وهذا فيه شيء من نقص. ممكن يستثنى رسالة أبي زيد القيرواني فيها نعم. بعض اللعب، وهذا حقيقة أراه يعني نقص كبير نعم. نعم. الآن تدورك هذا النقص، والشيخ الصادق الغرغاني نعم حفظه الله أعطاه الله الصحة والعافية آمين يا رب آمين، قام بجهد كبير وهو أن مدونة فأنا كان يأتي بالأحاديث ونظم الأحكام وبوابها وكان يأتي بالأدلة الشرعية لها حقيقة يعني أصبح الآن الفقه المالكي مماهل، وهذا بخلاف الأوائل من ابن عبد البر وابن رشد والجماعة الكبار كان عندهم على الاستدلال صحيح في الاستدلال ولكن هذا ويعذر بالنسبة للمتأخرين بأن كان المقصود إعطاء الأحكام وأن الناس في ذلك الوقت على مستوى من التعليم أو من السن العمري لا يقتضي أن نوسع لهم في الأدلة، ربما يكون لا نعم عذرهم نعم يعني نعم نعم نعم. وأغلبها هي الكلام هو أغلبها تكون من أدلة أخذت يعني أغلبها من أدلة هو لا شك لكن جابوا الأقوال فقط هو لا شك نعم. هناك أدلة نعم. ولكن يعني أتوا بالخلاصة بالضبط التي تنفع الطالب نعم نعم. ولذلك أنا كنت أستشعر هذا النقص وأحاول بجهد الشخصي وبالبحث أن أربط الأحكام بأدلتها الشرعية، فكان شهادا ولكن كان محدودا على حسب إمكانيات العلمية نعم. ولم تكن في ذلك في تلك الفترة موجود مثل الكتاب مثلا الشيخ الصادق بحيث الإنسان يستعين به، فحاولت أن أغطي يعني شيء من هذا النقص نعم. في دراسي، وهذه ملاحظة فعلا كانت في ذهني نعم. جميل جدا. طيب شيخنا منهجية التفسير، أنت دائما حقيقة سورة الفاتحة تشرحها عدة مرات وتصل تجهج بالبكاء يعني دائما يعني لك هناك سر بينك وبين سورة الفاتحة، هناك سر بينك وبين سورة الفاتحة. والله سورة الفاتحة هي أم القرآن نعم، وأودع فيها ما أودع في القرآن جميعا، هي المقدمة للقرآن الكريم، استوعبت كل ما في القرآن الكريم هو في سورة الفاتحة. سورة الفاتحة لها مقام عظيم، لها قدر كبير، ولذلك يعني مع تكرارها بعشرات الآلاف عمر الإنسان، ولكن يشعر في كل مرة كأنه يقرأها لأول مرة، تتجلى فيها روحانيات وإشراقات ومعاني، أحيانا تشعر بمعنى في آية من سورة الفاتحة تقول كأني أقرأها لأول مرة، فسرها عظيم هذه السورة العظيمة. طيب كيف منهجكم شيخنا في التفسير بارك الله فيك، كيف كنت يعني منهجك في التفسير تفسير القرآن الكريم لما بدأت حفظك الله تعالى؟ هو اللي أذكره وهذه طريقتي بصورة عامة، أولا دائما أن يستعين باللغة لأن القرآن الكريم هو لغة عربية صحيح، ولابد من فهم اللغة العربية لكي تفهم القرآن وتفهم الحديث، فاللغة العربية هي المفتاح الأساسي للعلوم الشرعية، ولذلك لابد من الاستعانة باللغة لفهم القرآن الكريم، وهذه حتى طريقتي الآن في درسي في الغرافي نعم. فحاولت أن أجمع أيضا وخاصة كان الطلبة يلحون على أن أخصص لهم درسا في النحو وظروف الصحية لا تسمح بذلك، فكنت أجمع بين الأمرين، ولكن المباحث اللغوية لابد تكون منطلقة من نفس الآية المفسرة لا أخرج عنها نعم نعم. وبعد ذلك لأفسر الآية، وإذن ما يستنبط منها
لابد من الإرشادات والإيحاءات. أنا لا نفهم هكذا القرآن الكريم كفهم معاني، لا، ماذا تفيد هذه، ماذا ترمي هذه المعاني في سلوكنا وفي عقيدتنا وفي تربيتنا الخلقية؟ وهذا هو المهم، ولا القرآن هذه. فكنت أهتم بهذه الاستنباطات وما نستفيده بدلا من المعوذتين أو من الفاتحة أو من سورة الإخلاص ومن أي مثلا سورة، ما هي الإرشادات اللي نستفيد بها في حياتنا تقوي عقيدتنا وتربطنا بإسلامنا وتربينا على أخلاق الإسلام؟ فكنت أنا أهتم بهذه الأمور. وهذه الشهادات لا شك أنها يعني كان هناك طلبة وتلاميذ حضور عندك، يعني أبرز التلاميذ الذي إذا كان تتذكر من التلاميذ الذين كانوا موجودين في تلك الفترة يعني واستمر معك فترة طويلة وأنجب التلاميذ يعني هو يعني أظن أنت حضرتك. نعم. وكان معهم أيضا إسماعيل البتوني، الشيخ إسماعيل البتوني حفظه الله، والشيخ سالم السعدي. نعم السعدي. نعم. نعم. لا موجودين كثير أيضا، عبد الرزاق الميلادي. عبد الرزاق الميلادي كان كذلك أيضا كان من نسيت والله ما كان كثيرون حقيقة. صحيح. وحقيقة حتى يأتون من الخارج أصلا، هم كانوا يحضروا ودرجوا ناس من برا حقيقة يعني. كانوا مؤدبين وملتزمين وكانوا أيضا على وعي، يعني لم يسألني أحد منهم كل مدة الدرس وهم تد سنوات سؤال ما يتعلق بالأمور المطروحة في ذلك الوقت، البيت لسكنها وكذا، ابتعاد عن الإحراج، وهذا وعي منهم. نعم أكيد أكيد فعلا كانوا متميزين. نعم كانوا متميزين. وكنت أيضا أعرف أن هناك المخابرات تحضر الدرس وتسجل الدورية. نعم نعم. وكانت في الثمانيات أصعب السنوات اللي مرت على البلد. نعم نعم صحيح. فأيضا كنت لا أعطي فرصة لأي نوع من التشكك، فكنت أوصي الطلبة الرجل بعد انتهاء الدرس أن ينفضوا وكل يرجعوا إلى بيته. أنا عارف أنا عملية التجمعات فعلا ما كنا نقف يعني لا نعطي لهم فرصة. صحيح والله. أيضا من أراد أن يسألني فليسألني داخل المسجد أمام الناس جهرة، لا يمكن أن لأن أقف في الشارع ويسألني سؤال وما لا يفسرونه على أنه سؤال. لابد هذه الوشوشة لها تأثير وتنظيم حزبي يومروها يومروها. نعم شيخنا نخرج الفاصل هذا القصير ثم نعود إن شاء الله. طيب. حفظكم الله تعالى أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم نعود، بارك الله فيكم، فابقوا معنا. موقع الشيخ عبد اللطيف شويرف عبداللطيفشويرف.ly. مقالات، صوتيات، مرئيات، سلاسل علمية، أبحاث ومؤلفات. موقع الشيخ عبد اللطيف شويرف نافذة تفاعلية تستقبل أسئلة المتابعين ويجيب الشيخ عليها. موقع الشيخ عبد اللطيف الشويرف نشر للعلم وتعاون على البر.
إخوتي أخواتي، بعد هذا الفاصل القصير نعود لفضيلة الشيخ حفظه الله تعالى. شيخنا الكريم بارك الله فيك، ولازلنا في درس في جامعة العنقودي، وتلك الأيام الطيبة يعني بارك الله فيك، يعني ذكرت أن التلاميذ كانوا يعني سبحان الله في غاية الأدب، الذين كانوا يحضرون الدرس يعني وكانوا يمتثلون أو فاهمين الوضع الأمني بالذات. نعم. ممكن شيخنا الوضع الأمني هل يعني ضايقة أحد من الجيران أو ضايقة أحد من جماعة الأمن الداخلي أو لا هو من حيث ثورية أو ما جاك أحد؟ لا من ناحية الأمن لم أضايق من الجهات الرسمية. نعم. لكن بعض جيران المسجد الذين يحضرون الدرس لاحظوا أن بعض رجال الأمن يحضرون الدرس وتخوفوا من هذه الظاهرة وأبدوا لي نوع من الانزعاج، فكنت أطمئنهم هؤلاء مواطنون، رجال أمن مواطنون، ومن حقهم أو من واجبهم أن يعرفوا أمور دينهم، وهذا درس عام مفتوح لكل الناس. مش جالسين شيء، واضح أمام الناس. نحن نتكلم في الفقه وهذا من حقهم ليتفضلوا، وأي إنسان يستطيع أن يحضر هذا الدرس، بل أتمنى أن يكون هؤلاء رجال الأمن مزودين بأشرطة التسجيل، لأن الشريط لا يكذب وينقل ما أقوله، أما بخلاف الشخص اللي بيتكلم ويكذب قد يزيد وقد يهول الأمور. صحيح. فهذه كانت تتكرر وكنت أطمئنهم، نحن لا نتكلم لا في السياسة ولا في أي أمور خارج عن الدين، وهؤلاء مثل المواطنين نرحب بهم ومن واجبهم أن يتفهموا أمور دينهم، فكنت أطمئنهم بهذا. ولعل الله يهديه. نعم. لا تدري. فبعد ذلك انتقلت إلى مسجد جامع زقلان. بس كان يعني شيخنا كان أيامات في العنقودي وأيامات في زقلان. نعم. كنت يعني نفس الطريق. نعم. يعني ولعظت كما قلت لك ايه؟ ضعف الحس التحديثي في البلد، وأن الأمور سائبة بالنسبة للحديث أي حديث، فرأيت لابد أن أقوم بدرس، رغم لست متحدث متخصصا في علم الحديث، ولكن يعني من القراءات وكذا يعني أخذت الحمد لله فكرة لا بأس بها، ودرسنا هناك البيقونية. البيقونية صحيح. وأيضا درسنا أيضا لابد من ندرس الحديث المنظم الصحيح، فبدأنا بالموطأ للإمام مالك. لكن في يوم ما جاءني صديق حبيب وله صلة بالدوائر القائمة في ذلك الوقت، يعني منفعلا، وقال عليك أن توقف الدرس حالا. لماذا؟ قال لا تسألني، ويبدو من غيرته وطبعا ما خوفه علي طبعا وهو صديق حميم، أرجوك ألا تسألني، أوقف الدرس حالا. فشعرت من لهجته ومن إصراره أنا. فأي سنة شيخنا ده؟ 87 تقريبا. 87 إيه، فترة المحنة الشديدة. نعم محنة شديدة كان. فرأيت الرجل بجديته وإصراره وخوفه علي أن بيجمني حي إجبار، عرفت أن وراء الأكمة ما وراءها، فاضطررت إلى وقف الدرس. لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن اللهجة اللي جاءت بها والانفعال اللي يبدو عليه أنه لابد سمع أمرا خطيرا وتهديد مباشر للأسف، ولذلك يعني بالقصيص لكي يأمرني بوقف الدرس. سبحان الله، يعني كم استفاد من هذا الدرس أناس، يعني شوف بالله عليك شيخنا أوقفوا يعني خير كبير على البلاد والعباد، يعني وطررت وطبعا الحرص على النفس ما بذلك الشكل بيحافظ على نفسه وعلى أسرته، فاضطررت إلى وقف الدرس. ودائما أقول التدريس فيه بركة، ويعود
على المدرس قبل أن يعود على الطالب. دائما التدريس فيه بركة، لأن المدرس بيطالع عدة مراجع وبيستشعر أسئلة، وقد لا تسأل هذه الأسئلة، وهو يستفيد من الدرس أكثر مما يستفيد الطالب حقيقة. تحضير. فيه بركة وفيه نفع وفيه نشر العلم. مراجعة معلومات. نعم، لذلك أشياء. نعم. يراجع معلومات ويستفيد. نعم. وفي أشياء أيضا يطلع عليها لأول مرة. نعم. أذكر شيخنا هذه الفترة يعني فترة يعني فعلا كانت يعني لا يوجد فيها غلو حقيقة، يعني حتى أن الذين كانوا يحضرون عندك يعني أغلبهم حقيقة كانوا فعلا يعني عقلاء وعلى منهج طيب معتدل. انظر إلى إيقاف هذا الدرس ماذا سبب، يعني صحيح. لو استمر هذا الدرس ودروس غيرها في المساجد لما اضطر الشباب إلى الخروج وإلى يعني والذي لم يعني يحصل على فرصة الخروج أو الظهور بالخارج جلس هنا بغير علم. نعم. فنشأ الغلو. نعم. أليس شيخنا هذا هو هذا كلامك سليم جدا، هذا كلامك سليم جدا. أذكر مرة استدعاني اثنان من لجان التورية، أعرف شخص منهم كان صحفيا يعرفني جيدا ويثق فيه حقيقة. بعدما حدثت هذه الأمور المتطرفة وكنت صريحا معهم، أنتم الذين تسببتم بهذا التطرف، إيه؟ منعتم المعاهد مع مالك بن أنس وحرقتم الكتب الدينية في ميدان الشهداء وسلوت على المكاتب. هذه المدارس وهذه المعاهد كانت تعلم الفقه المقارن والاعتدال في الإسلام والوسطية، وكانت تخرج خريجين يدافعون عن الإسلام ويقومون في وجهها كام. الآن هذه المنافذ أنتم أقفلتموها فجعلتم الباب مفتوحا للآخرين. في كثير من الشباب عندهم رغبة في تعلم دينهم. نعم. فأنتم أقفلتم الأبواب للتعليم داخل، فيلتقط هذا التعليم من الكاسيت ومن الكتاب ويأخذ العلم عن غير أهله. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا الذي حدث حقيقة. كنت صريح منهم وهم قالوا أول وإحنا نتخاب مع شخص ويصرح عن هذه الصراحة. لا إله، ونحن نشكرك حقيقة والله للأمانة. الله أكبر. قالوا إحنا نريد هذه الصراحة، أنتم السبب وأنتم اللي في الوضع هذا من التطرف والمغالاة. أكيد. أن تكون. نعم. نعم. ولهذا يبدو لي أخذت هذه النصيحة بعين الاعتبار وأرادوا أن يعالجوا الأمر بفتح ما يسمى بالمنارات. نعم. يا مزران. صح. في الجامعة الأسمرية والدكاني. صحيح. بدأت هذه الفترة حقيقة. صحيح صحيح. وهذا السبب. طيب شيخنا، حقيقة نحن افتقدنا لهذا الموضوع وهو مسألة التتلمذ على المشايخ، يعني كم افتقدنا عندما تركنا جامع العنقودي وجامع زقلام والدراسة على المشايخ. حقيقة شيخنا بارك الله فيه تتعلم من سمتهم قبل علمهم، وهذه مسألة مهمة. فما نصيحتكم شيخنا بارك الله فيك في هذه الحلقة، وإحنا تقريبا يعني ما زلنا يعني نختم بعد يعني حلقتين أو ثلاث، يعني نصيحتكم للتلاميذ تتلمذ على الشيخ، ضرورة تتلمذ على الشيخ بدل أن يتلمذ على الكتاب، يعني فهل هذه لها أهمية كبيرة؟ طبعا هو العلم يأخذ من أفواه العلماء. الكتاب والمسجل هذه مساعدة فقط، لأنك أنت لا تتعلم العلم فقط كمعلومات من شيخك، لا، أنت تستنبط روحا، تستنبط أخلاقا. يعني عندما يتحدث لك الشيخ بتلك الشفافية وبتلك الروحانية وبتلك المحبة، أنت لا تتلقى منها علم، وإنما أنت تستنبط منه حتى في الحركات، حتى في طريقة الكلام. فإذا
المدرس يعطي معلومة ويعطي أخلاقا ويعطي سلوكا عمليا ويعطي منهجا في الحياة. ولذلك أكثر الناس لا يتأثرون بأن أخذوا العلم عنهم، يتأثرون بعلمه ويتأثرون بسلوكه وبأخلاقه وطريقة معاملته للناس وطريقة معاملته للطلبة. هذا شيء مهم جدا، يتعلمون علما ويتعلمون سلوكا ويتعلمون منهجا ويتعلمون أخلاقا. عندما تحضر حتى في الدروس العامة في دروس رمضان، عندما أجلس مثلا مثل هذا المشايخ أشعر بأني يعني أحلق بروحانيات. عند مثلا الشيخ علي الغرياني رحمة الله عليه، أذكر حضرت عليه دروس قليلة مرة في جامعة مزران، وكان المسجد الصغير مزدحما، كنت بعيدا، وكان صوت الشيخ كان منخفضا أو آخر عمري، فكنت لا أسمع منه شيئا يعني من حيث المعلومات لا أستفيد شيئا، ولكني أشعر بروحانية وكأني محلق بجناحين. حتى عندما أشعر أنظر إليه أشعر بأني كان أقتبس منه نورا، أقتبس منه نفحات. كذلك الشيخ أبو بكر بن طيف نفس الشيء، يعني تشعر بأنك أنت لا تسمع بأذنيك لكن تشارك بعينيك وبقلبك وبجوارحك وأنت كل متجه إلى الشيخ. هذه مهمة التلقي على المشايخ، هذه افتقدناها حقيقة، افتقدت يا شيخ. ولذلك لا نجد الآن، وأقولها للأسف، من يتأدب مع العلماء، لا تجد أحد من يوقر العلماء لأنه لم يدرس يا شيخنا، لم يدرس على العالم، ليس يركب عند العلماء. ولذلك انظر حالنا، هذه إشكال كبير يعني، تأخرنا في التعليم في كل شيء، وتأخرنا في كل شيء، في كل شيء. نعم، للأسف الشديد. طيب شيخنا، بعد هذا الصديق الحميم الذي جاء ونصحك وخاف عليك، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى يعني يعني هذا الرجل جاء وأوقفت الدرس في جامع زغلول، لا حتى العنقودي، أوقفت جميع الدروس. نعم. ثم بعد ذلك ما هو النشاط؟ هل جلست للتأليف؟ هل ذهبت تدرس في مكان آخر؟ ماذا كان العمل يعني؟ أولا استمررت في الهيئة الثقافية، نعم، كمستشار ثقافي، نعم، أقوم بالأعمال أكلف بها، ولكنها يعني لا تسر كل الوقت، ولست مداوما في الحضور يعني مستشار من الخارج، وأتعاون معهم في الأمور التي يحتاجونها، نعم، في كتابة التقارير، في كتابة مذكرات، في نعم، في التفتيش مثلا على المراكز، خاصة في التوجيه في المسابقات. كما قلت لكم هم حديث عهد بالمسابقات، ولابد من التوجيهات، ولابد من ولكن هذا يعني لا يستغرق كل وقت. اي طبعا طبعا. فكنت يعني بدأت أجمع بعض الكتابات القديمة، ولم يكن لي عمل بصفة منظمة إلا في أواسط التسعينات، عندما انتسبت للتدريس إلى كلية الدعوة الإسلامية. طيب شيخنا، قبل هذه المسألة، هل كان لك نشاط في إجابة الأسئلة بالهاتف يعني؟ يعني إجابة الأسئلة على أسئلة الناس، أظن لم تتوقف هذه لا هي كان أذكر الناس يتصلون بك ويستشيرون في مسائل فقهية لا هذه استمرت على كل الوقت. أيوة، لم تتوقف يعني. لا لم تتوقف، خاصة عن طريق الهاتف. أيوة نعم نعم، مخصص وقت معين أو لا في أي وقت. أوكي. في أي وقت. نعم. وكانت من العنصر النسائي أكثر من الرجال. حريصات النساء على دينهن يعني، هذا شيء طيب. لا طيب جدا. إيه ما شاء الله. طيب جدا. لا طيب جدا. فترة صحوة لأنها نعم. كانت فترة صحوة. نعم. نعم. تحتاج الناس نعم. العلماء. لا هذه إلى الآن. ما شاء الله. استمرت معي موجودة يعني من الثمانينات حتى إلى الآن. ربي يبارك فيك. لا الحمد لله. وهذا من واجب الإنسان يعني. يفتي بما يعلم. نعم. وأيضا أنا لا أخجل عندما أسأل سؤالا لا أستحضره
أطلب من السائل أن يعطيني فرصة للمراجعة. لا إله. أحيانا أراجع بعض العلماء وأحيانا أنهم وأطلب له موعدا لابد من المحافظة من حافظ عنه، وثم يتصل بي مرة أخرى وأعطيه الجواب، وإذا كان الجواب مما أستحضره يعني أعطيه في الوقت يعني. هذه موجودة والحمد لله. طيب لكن شيخنا حتى الفترة هذه كنت أصلي التراويح في جامع العنقودي في رمضان وفي عثمان باشا، كنت أظن أول من صلى القيام الليل وصلى التهجد في طرابلس حضرتك بارك الله فيك حضرتكم يعني. نعم أنا كنت في هذه السنة الطيبة المباركة، كنت في وقت الشيخ عمر الجنزوري. نعم. أصلي التراويح في مدرسة عثمان باشا في المشهد، وفي أوقات الصيف في الخارج في الخلوة لا في الساحة. في الساحة. نعم نعم. وكان يحضر عن عدد محدود 40-50 شخص من الأصدقاء والأحباب. وبعد وفاة الشيخ انتقلت إلى جامع العنقودي فقرأت فيه بعض سنوات بالضبط. كان ما شاء الله يعني حتى في جامع الشيخ في سنة أو سنتين صليت في جامع الشيخ. هذا نعم جامع الشيخ. نعم نعم جامع الشيخ. جامع صغير كان توا جدوب هذا يا سيدي أيضا بهذه المعاني. جامع الشيخ يعني قرأت فيه أظن التراويح ولا تراويح تقريبا تراويح إيه. وكان فيه يعني كان المسجد يمتلئ على جدا والناس تصلي في الشارع لأنه هو جامع صغير بلغني أنها اللجنة الثورية في تلك المنطقة انزعجت من التجمعات الكثيرة التي تحضر الصلاة، وأنهم كانوا ينمون استدعاء للتحقيق. كان الحاج محمد بن زكلان صديق حبيب وكنا رفقاء في رحلة الحج، يبدو لي أنهم استشاروه فمنعهم إياكم هذا الكلام. وكنت يعني دائما أحتاط بمجرد أن أنتهي من الصلاة أخذ سيارتي وأذهب. فأقنعهم أن لا لزوم للاستدعاء وبعدين هي سنة ولم تتكرر، فلا لزوم أن أنا أتكدر هذا الشخص وأنا هذا صديق. فكان بارك الله فيه الله خير. نعم. رد الله عن وجهه النار يوم القيامة الحمد لله. أسأل الله سبحانه يبارك فيه يعني شيخنا. طيب شيخنا بارك الله فيكم، احنا يعني تحدثنا الآن لجامع العنقودي وجامع زقلان بارك الله فيكم، وهناك الفترة هذه اللي دخلت فيها في أظنها في المعهد القومي معهد القومي للإدارة لأن كما قلت لك حولتني الخدمة المدنية إلى معهد القومي للإدارة لأن أوقفت علي معاشي بحجة أن هناك ضغط عليهم، واحتجت يعني أن لم تعطيني وظيفة ورفضتها، فعينوني في المعهد القومي للإدارة وهو متخصص بعلوم الإدارية هو بعيد عن اختصاصي لكن هذا لا لا. فبقيت مدة طويلة في من أول 84 إلى 97 ما شاء الله تقريبا 14 سنة. ودرس فيه اللغة العربية يعني هو كان هذا نعم كان هذا المعهد ينظم دورات في شؤون الإدارة وفي شؤون المحاسبة في كثير من الجهات الإدارية تتفق مع المعهد ليقوم بنوع من التقوية أو ما يسمى بالتدريب في أثناء العمل، لأن الموظف يحتاج دائما إلى تجديد معلوماته الإدارية ليحسن أداءه. فكان يتفقون مع معهد القوم الإدارة مجموعة من الموظفين دورة شهرين ثلاثة أشهر تعطى لهم في محاضرات في علوم الإدارة من أهل اختصاص متخصصين، ومجموعة البرامج الدورة حصة في اللغة العربية. فكنت أنا أقوم بهذه
الحصة بالنسبة للإدارة أو بالنسبة للمحاسبة. وطبعا هي المدة قليلة، شهرين ثلاثة، والمحاضرة اللغة العربية مرة مثلا في الأسبوع. فكنت أختار، طبعا لا يمكن أن تأخذ مثلا كتاب منظم في النحو مثلا، لا، أختار من اللغويات ما يناسب الإداريين، الأخطاء في الرسائل جميل جدا، عملت منهج يعني. نعم. وبالنسبة لجماعة المحاسبة أختاروا لهم طريقة كتابة الأرقام بالحروف، لأن لابد في النواحي الرسمية الأرقام المالية أو أي أرقام تكتب بالأرقام وتكتب أيضا بالحروف، والاعتماد على الحروف أكثر لأن الرقم ممكن يزور. والأخطاء التي تحدث كثيرا في كتابة الأرقام بالحروف بلغة عربية سليمة. فهم هذا من أهل المحاسبة، لا أعطيهم الأبواب النحو الكثيرة، فأخصص لهم كيف يكتبون الأرقام من واحد إلى المليون إلى المليار كتابة لغوية صحيحة، ويكونون مبنونين لأنهم ما يحتاجون إليه. والله منهج طيب جدا. إيه لا الحمد لله. وبعدين أيضا كانت عندهم مجلة كنت أقوم بتصحيحها، وأيضا أقوم بمساهمة بالكتابة فيها أيضا ما يتعلق بالأمور الإدارية، يعني ملاحظ الاختصاص. نعم جميل. نعم. جدا. واستفدت أيضا استفادة كبيرة موجودة في المعهد القومي. نعم. لأن أنت موجود في بين أهل الإدارة والمتخصصين فيها. نعم. فاستفدت في معلومات كثيرة من المدارة، وهذه ساعدتني عند تأليف الأجزاء الأربعة للتدريبات اللغوية، واستحدثت نوعا في الدراسة اللغوية ما يسمى الكتابة الإدارية المرقية والطلب. وعندك خبرتك السابقة لزمان هذيك هذا ظهرت يعني كذلك خبرتك في البرلمان زمان، وخبرتك في لكن التشريعي وهذا كلها لا هذا من هذا من ناحية تراكمت يعني من ناحية اللغوية. ايه؟ لكن من ناحية الكتابة الإدارية كيف تكتب الرسالة، تكتب الشروط الإدارية وشروط الموضوعية أو الشكلية، هذا تعلمتها من معهد الإدارة. فعندما تجمعها مع الثقافة اللغوية وهي اللغة معلومة، إذا نحتاج كتاب نطالبك يا شيخنا بارك الله فيك بإخراج كتاب لي أو في كتاب موجود للمعهد القومي، موجود كتاب منهج، في منهج موجود والله. لا هذه عندي يعني أربعة مذكرات، هذه عندما يأتي تو كلامي على تدريسي في كلية كلية جمعية الدعوة الإسلامية. نعم. كلية نعم. الدعوة الإسلامية. إيه؟ هذه أربعة أجزاء ألبتها للكلية. نعم. وأتيت بها بالمعلومات اللغوية الغير التقليدية من النحو والصرف والبلاغة مما يحتاج إليه الطالب عند تخرجه وعند ممارسته للحياة، منها ما سميته الإدارة الكتابة الإدارية، كيف تكتب برقية في شروط أساسية، كيف تكتب طلبا، ما هي الشروط التي مع الأمثلة، كيف مثلا أنت مثلا سكرتير لجنة، كيف تكتب جدول الأعمال، كيف تكتب محضر في الإدارة، كيف تكتب رسالة ومع رسالة، كيف تكتب مذكرة، كيف تكتب تقريرا. صحيح. فمن الأربعة أجزاء موزعة ما يسمى بالكتابة الإدارية، وهو شيء فتح جديد بالنسبة للدراسة اللغوية الجامعية، وقوم باستحسان كثير، لأن الطالب كان يتخرج لا يستطيع أن يكتب طلبا لأنه لم يعود على ذلك. صحيح. لكن ما الذي جعلني أستفيد وأكتب هذا الباب؟ المعلومات التي استفدتها من وجودي في معهد القومي للإدارة مع مواد الإدارية. أسأل الله العظيم يبارك فيكم شيخنا بارك الله فيك. شيخنا لعل في الحلقة القادمة نتناول موضوعات شتى، وهو موضوع المقالة عند الشيخ عبد اللطيف شويرف
الذي يعني الدكتور علي البهلول بارك الله فيه، أنا استفدت منه كثيرا في هذه المسألة، وهي رسالة دكتوراه تقريبا للأستاذ علي البهلول في اسمها فن المقالة عند الشيخ عبد اللطيف شويرف، وتحدث عليه كذلك. أنت كتبت مقدمة للأستاذ تقريبا مقدمة أحد الكتب لصديقك وصاحبك، تحدثنا عنه كثيرا، الشاعر والأديب خليفة الليث. خليفة الليث كتبت له مقدمة كتاب، وكتبت كذلك مقدمة للدكتور محمد جبران. نعم. بارك الله فيك. هو لعل يعني الوقت انتهى، نتحدث عنها ان شاء الله، عذرا على هذه المقاطعة حفظك الله، في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى. بس انا استأذنك، اتفضل شيخنا. أن هذا الموضوع هو مهم جدا، لكن نؤخره لان هناك موضوع اخر. نعم. وهو كيف دخلت الى كلية الدعوة الإسلامية. جميل. مدرسا. نعم. سنة 1996. خلاص. إذن هذا الموضوع الذي ذكرته حاضر، نؤجله للحلقة الأخيرة مثلا. خلاص، إذن إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة نبدأ في سنة 99 لما أنت التحقت بكلية جمعية الدعوة ودرست فيها وألفت تلك الكتب. نعم. التي تهتم باللغة العربية وتدريس تقريبا الناس أو للناس لغير ناطقين باللغة العربية. طيب. حفظك الله شيخنا وأدى الله في عمركم، وشكركم على أشكرك على ما تفضلتم به في هذه الحلقة، والشكر موصول لكم أحبتي الله، وإلى الملتقى بإذن الله عز وجل في حلقة قادمة، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.